الدماغ البشري كما أظهرت العلوم الحديثة لا يملك آلية للتفريق بين الصواب والخطأ ولا بين الوهم والحقيقة، وإنما المعلومة التي تصله أولاً ويتكون منها تصوراته هي التي تتحكم في عقله. الإنسان كائن تلقائي يتبرمج بالأسبق إليه، وهذا الأسبق هو جهل مركب. اللاوعي هو الأصل، واللاوعي تكون تلقائياً، والإنسان حياة الإنسان في سلوكه وتفكيره ما هي إلا سلسلة من العادات. فعقلك ما لم تكن حارساً له، حارساً يقظاً لعقلك، فإنه سوف يمتلئ بكل العقارب والحيات وما لا تريده أن يكون.